بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. ما زال الحديث يا أحبابنا أخواننا في الله يجري بنا بتوفيق الله ومدده في رحلة الإسراء يا أحباب، تلك الرحلة العجيبة التي يا أحباب أخوان في الله أظهر الله تبارك وتعالى لنا فيها من مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم يا أحباب أخوان في الله عدد من المشاهد، مشاهد أهل النار وأهل الجنة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة وطلع عليها وما فيها صلى الله عليه وسلم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم النار، أحباب أخوان فينا وإياكم شر النار. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أقوام من أمته صلى الله عليه وسلم يعذبون، وأقوام أخر يا أحباب أخوان في الله الجنة ونعمة. من هؤلاء الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله العظيم أن يحفظنا من شرهم يا أحباب أخوان. روى الإمام أبو داود رضي الله عنه وأرضاه من حديث أنس بن مالك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مررت بقوم، نسأل الله العفو والعافية، مررت بقوم أي بجماعة من الناس، صلينا على سيدنا رسول الله، مررت بقوم لهم أظافر من نحاس. تخيل تلك الأظافر تحولت إلى نحاس صلبة، معدن صلب. ماذا يفعلون بهذه الأظافر؟ قال صلى الله عليه وسلم: مررت بقوم لما أسري به صلى الله عليه وسلم، لما عرج بي صلى الله عليه وسلم يقول لما عرج بي صلى الله عليه وسلم، مررت بقوم لهم أظافر من نحاس يخمشون، كلمة فصيحة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يخمشون أي يقطعون والعياذ بالله. تخيل المشهد، تخيل أنك أنت معدي بالشارع ومررت على هؤلاء، لهم أظافر من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، أي يقطع الواحد في وجهه وفي صدره. فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ من دول جبريل اللي بيقطع في وجهه ده وبيقطع في صدره يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه، قال جبريل عليه السلام، قال: يا محمد، هؤلاء الذين يقعون يأكلون لحوم الناس، يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. أسأل الله العفو والعافية. يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكلمة التي لا يلقي الإنسان لها بال. نحن بندردش عم الشيخ، نحن بنتساير عم الشيخ، نحن بنتسامر عم الشيخ، نحن بس إيه عادنا بس إيه نفك عن بعضينا، نحن بنفضفض عم الشيخ. مش ده كلامنا أحباب إخوان في الله؟ يا جماعة أحباب إخوان في الله، الكلام عليه جمرك، صح ولا غلط؟ أو الله عليه جمرك. مش واحد يقول لك: يا عمي تعال نقعد نحكي شوية، هو الكلام عليه جمرك؟ لا يا أخي، ده الجمارك يا أحباب إخوان في الله كلها على الجاني يا أحباب إخوان الله، الجمارك كلها أحباب إخوان في الله على ليه؟ على الكلام. قال مولانا تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يعني نسأل الله العظيم العفو والعافية. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال مولانا تبارك وتعالى أحباب إخوان في الله كذلك عن خطورة الكلمة أحباب: مثل وضرب الله مثلا كلمة طيبة إيه؟ كالشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فين؟ في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ومثل كلمة خبيثة بعدها كشجرة إيه؟ خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يا أحباب. بل كم من كلمة يا أحباب قتلت، في كلمة قتلت يا أحباب إخوان في الله، لما تنزل على صدر وتنزل على قلب تجيب له جلطة أحباب، تجيب له ذبحة صدرية. كلمة أحباب إخوان في الله، الكلام أشد ما يكون. لأجل ذلك أحباب إخوان في الله حذر ربنا تبارك وتعالى بقوله تبارك وتعالى، سورة تسمى سورة الأدب، سورة أحباب إخوان سورة اجتماعية، ألا وهي سورة الحجرات أحباب إخواني: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم، ولا كل ده كلامه، ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. طب ومن لم يتوب؟ اللي مش هيتوب من الكلام ويقع في أعراض الناس. قال ربي تبارك وتعالى: ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا، يا رب اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. سمى الخوض في الأعراض أكل لحوم الناس. ومن النبي محمد في حديث أبي داود الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم، أي الذي رواه النبي محمد، أنه رأى جماعة بيأكلوا لحمة، لحمة مين دول يا جبريل؟ لحمة ندنة، لحمة عفنة. قال: هؤلاء الذين يأكلون يا أحباب إخوان في الله لحوم الناس أي أعراض الناس ويقعون في أعراضهم. مر يوما النبي صلى الله عليه وسلم هو أم عائشة رضي الله عنه وارضاه، وعائشة حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم، محبوبة النبي، قالت يوما عن صفية كلمة بسيطة أحباب إخوان في الله،
ماذا قالت؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يذكر صفية بنت حيي بن أخطب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت من أجمل نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت أمي عائشة في صفية: حسبك من صفية. أنت بتقول صفية صفية، حسبك من صفية أو يكفيها صفية، زي ما احنا كلامنا الدارج أحبابي، حسبك من صفية إنها قصيرة. قالت يا أحبابي قصيرة بس كلمة عادية، ما فعلا كانت قصيرة هي، صليتم على رسول الله؟ فقالت هي قصيرة رسول الله. فإذا بوجه رسول الله يتغير ويقول: يا أم المؤمنين لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. إيه معناها؟ يعني عارفة الكلمة دي لو تحطت في البحر، مش تحطت في النيل ولا تحطت يا أحباب أخوان في الله في جزيرة صغيرة، لا، ده قال النبي صلى الله عليه وسلم لو وضعت في البحر، البحر الأحمر، البحر الأبيض، المحيط الهادي، المحيط مش عارف إيه يا أحباب، لو وضعت، لو مزجت بماء البحر لمزجته. قال أهل العلم: أي لغيرت اللون وغيرت الطعم وغيرت أحباب أخوان في الله الرائحة. كلمة واحدة يا أحباب أخوان في الله، ما بالك بمجلس ربما ينصب من صلاة العشاء يا شباب، ربما إلى الفجر وإحنا بنتكلم، فلان عمل وفلان سوى وفلان مش عارف اشترى وفلان باع، ده أنا شفتها معدي في الطريق. هي مرات مين اللي كانت معدية؟ تمالك يا أخي، هو اشترى الشقة دي من فين؟ والله جاء المنطقة دي هو حفيان، سبحان الله رب العالمين، والله مش عارف كانت أدوبة، كان عايش في صالة تحت كان ساكن في أوضة مش عارف تحت السلم. يا جماعة نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات يا أحباب إخواني في الله. اللسان قال صلى الله عليه وسلم من حديث عقبة، أحباب إخواني في الله، سيدنا عقبة بن نافع، عقبة بن عامر رضي الله عنه وارضاه، حديث سيدنا عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما سئل عن النجاة: كيف أنجو يا رسول الله؟ نفسي أنجو في الدنيا، إمتى نطلع منها على خير يا عم الشيخ؟ عايز يطلع منها على خير؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك عن أحباب إخواني عن وسائل النجاة وعما تنجو به، قال صلى الله عليه وسلم: قال وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك وامسك عليك. هذا مع أن النبي ذكر أول حاجة قال أمسك عليك لسانك، وأشار إلى فمه صلى الله عليه وسلم، وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. أحبابي أخواتي للسان يا أحبابي، كم من بيت يا أحبابي دمر بسبب كلمة، كم من امرأة طلقت بسبب كلمة، كم من رجل فصل من العمل بسبب كلمة، كم من سجين سجن بسبب كلمة، بل قالوا أن بعض من الدول احتلت بسبب كلمة. أحبابي إخواني في الله، ونسأل الله العفو والعافية لأجل ذلك. أحبابي إخواني في الله، النبي محمد لما رأى تلك الصورة ونقلها النبي صلى الله عليه وسلم يحذر الأمة من عاقبة الخوض في أعراض الناس. ركز مرة تانية، مر النبي صلى الله عليه وسلم على أقوام من أقبح الأقوام، لهم أظافر من نحاس يخمشون بنا أي يقطعون وجوههم وصدورهم. من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يقعون في أعراض الناس ويأكلون لحوم الناس. فاكرين قصة سيدنا ماعز؟ رجل زنى سيدنا ماعز ومن أصحاب رسول الله، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم عليه الحد. يا جماعة من أقيم عليه الحد غفر له الذنب، اللي حيقام عليه الحد غفر له ليه؟ الذنب. لا يجمع الله بين عقوبتين، عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة. مش واحد زنى يقام عليه الحد فيرجى يروح يعذبه الله، لا والله أبدا. من أقيم عليه الحد، طب ما فيش حدود أقيمت، خلاص التوبة والمغفرة تجب ما قبلها. أحبابي إخواني في الله، ربي رحيم وودود. فسيدنا ماعز أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قصة طويلة، فأقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحد ورجم سيدنا ماعز. صلينا على رسول الله. فمر جماعة على سيدنا ماعز رضي الله عنه وأرضاه بعد أن رجم، قال بعضهم لبعض، أو واحد منهم قال للثاني، قال: انظر إلى ماعز ما تركته نفسه حتى رجم رجم الكلب. هو ترجم عامل زي ليه؟ هذه عاقبة اللي يمشي وراء نفسه زي الكلب. أكرمكم الله، الكلمة سمعها النبي صلى الله عليه وسلم من إيه؟ من هذين الرجلين. بدردش مع صاحب، شوف يا أخي، أوه شوف آخرة الواحد إنه يمشي وراء نفسه، يترجم زي رجمة الكلب. نسأل الله العفو والعافية. سمعها النبي محمد، ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ قال: مش مشكلة يا جماعة وخلاص واستغفر. لا لا لا، النبي محمد صنع أمرا خطيرا يا أحباب إخوان الله. مر النبي صلى الله عليه وسلم على جيفة، أكرمكم الله، على ميتة، على حيوان ميت. مر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جماعة على جيفة حيوان ميت، وكان من بين هؤلاء يا أحباب إخوان في الله
الرجلان يا احباب اخوان في الله اللذان تكلما في سيدنا ماعز، نادى عليهم النبي قالوا تعالى تعالى فلان ويا فلان، قال نعم يا رسول الله، قال تعالى، فجاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال انزلا فكلا من هذه الجيفه، كلوا من الميته دي. فقال الرجلان يا احباب يا رسول الله يرحمك الله يا رسول الله انها ميته ده جيفه حيوان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي مش عارف ان دي جيفه وحرام، إنما أراد النبي أمراً آخر يا أحبابي. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله إن أكلكما من هذه الجيفة، أكلكم من الجيفة دي أهون عند الله من خوضكم في سيرة أخيكم ماعز بالأمس. يا نهار أبيض يا أحبابي، شو قدرة الكلمة هذه يا أحبابي، صلى الله العفو والعافية. يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الخوض في أعراض الناس. تعالوا يا أحبابي ننظف ألسنتنا أحبابي، ننظفها من الغيبة، من النميمة، من البهتان، من نقل الحديث. لسانك كالسبع إن لم تجعل له بوابة يأكلك، هذا كلام سيدنا مين؟ سيدنا عبد الله، سيدنا أبو بكر الصديق قال هذا سبع إن تركته أكلني، نسأل الله العفو والعافية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم إنا نسألك يا رب العفو والعافية، اللهم إنا نسألك يا رب أن تطهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة يا رب العالمين. اللهم فرج كرب المكروبين وأزل هم المهمومين واشف مرضانا يا ربي ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. ثم الصلاة والسلام على رسول الله والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا.